متواصلين معكم وصباح طيبة، بنروح معكم لفقرتنا الحوارية. في حلقتنا النهاردة هتكون فقرتنا عن الإنشاد الديني، وبيساعدنا يكون ضيفنا من خلال هذا اللقاء المنشد محمود عيد. أهلا بك يا محمود، كل سنة وسهلا بحضرتك وحضرتك دايما إن شاء الله. الله يخليك محمود، حابين نتعرف منك، ابتديت الإنشاد من إمتى؟ وهي بدايتي أصلا كانت بالقرآن الكريم والإنشاد الديني من الدراسة، يعني من 2015 تقريبا. بعد كده اتجهت يعني للطرب والغناء الهادف، وفي نفس الوقت يعني الانشاد الديني. بس الفترة دي الحمد لله يعني متجه اكتر للانشاد الديني، والحمد لله يعني بنطور نفسنا اكتر واكتر ان شاء الله. طيب تمام، نبتدي نسمع ايه من الانشاد معك في الاول؟ وان شاء الله هنبدأ كده بحاجة رمضان ميدلي كده بين موال، طبعا بكلمات الشاعر محمود رضوان، وهندخل على رمضان جانا ان شاء الله. بعودة 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 ليالي ما وعودة ما وعودة بالبهجة والزين بالبهجة والزينة يا رحمة ومغفرة من الله، يا رحمة ومغفرة من الله، بدأت برسالة بدأت برسالة من نبينا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا أهلا رمضان رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا، أهلا رمضان جانا. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة زرنا وبنستناك. من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك؟ اهلا رمضان جانا قولوا معانا، اهلا رمضان قولوا معانا، اهلا رمضان رمضان جانا. شكرا يا محمود. الحقيقة انه الاغنيات دي من الاغنيات او يعني بتحسسنا فعلا ببهجة رمضان. أكيد مهما طلعت اغنيات لرمضان، بس بتبقى اغنية عبد المطلب هي الاجمل على الاطلاق. فعلا دي اكيد طبعا بيعديش رمضان علينا غير لما بنسمع طبعا الاغنية الجميلة جدا دي، لان احنا بنحس برمضان بيها طبعا.
محمود، انت بتتمرن على الانشاد ولا انت ابتديت فيه وخلاص استقريت في المجال بتاعه وخلاص، ولا لازم دايما يبقى فيه تدريب؟ هو طبعا يعني انا حاطط مبدا وده ان شاء الله يكون كويس، اللي انا ما فيش حاجه اسمها ان انا خلاص اكتفيت بالتدريب كده، لا الواحد يفضل طول عمره طبعا يتدرب ويدرس اكتر، وكل يوم بيستفاد بمعلومه جديده طبعا اكيد. المجال بقى واسع جدا في مجال الانشاد، وابتدينا نشوف منشدين كتير وباصوات مختلفه، وكمان بتدخل فيها عنصر الطرب شويه او الموسيقى شويه. اكيد طبعا، هو في اكتر من لون طبعا، في بالطريقه المغنيه اللي هي الصوفيه، وفي بالطريقه زي الشيخ ياسين التهامي، وفي بالطريقه طبعا الغناء الديني، وفي حاجه اسمها ابتهالات وتواشيح، وكل واحد طبعا بيقول على حسب ما هو لون صوته بيديه طبعا. وطبعا كلنا بنحب نسمع حاجات معينه طبعا، بس اكيد طبعا اكتر حاجه بنحب نسمعها طبعا اللي هو الحاجه الطربي زي التواشيح الدينيه والابتهالات والاغاني الدينيه، وكل واحد على حسب طبعا ذوقه في الاستماع. انت بتميل لايه اكتر؟ وانا بصراحة بميل اكتر يعني للتأهلات والاغاني الدينية طبعا زي الحاجات الحديثة يعني. طيب هنسمع ايه تاني دلوقتي؟ هنسمع حاجة ان شاء الله كده على الرسول صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. يا سيدي يا رسول الله، يا من انشق له القمر، يا شفيعي، يا كان منتهى الإحساس بيحب كل الناس، مهما اتظلم بنسامح من قلبه بإخلاص. كان منتهى الإحساس بيحب كل الناس، مهما اتظلم بيسامح من قلبه بإخلاص. رحمة لكل زمان مش بس للإنسان، حتى الشجر والطير أمنوا برسالته كمان. الرحمة دي دلوقتي بس هنلاقي زيها فين؟ ده حتى يوم ما اشتقت ليه بكيت بدمع العين. الرحمة دي دلوقتي بس هنلاقي زيها فين؟ ده حتى يوم ما اشتقت ليه بكيت بدمع العين. عليه افضل الصلاه والسلام. هل انت من مخططاتك ان انت مثلا تتخصص في مجال الانشاد الديني، ويبقى ده يعني مهنتك او عملك اللي هتمتهن بيها بعد كده؟ هو احنا ان شاء الله طبعا يعني انا نفسي طبعا اوصل للمرحله دي، وان شاء الله طبعا ربنا يكرمنا ان شاء الله، ويعني على قد ما اقدر ان انا بطور من نفسي وبحاول اظهر نفسي على السوشيال ميديا وعلى قنوات التلفزيون طبعا. وطبعا قناه طيبه ليها فضل كبير جدا عليا، من اكتر يعني القنوات اللي هي بتستضيفني وتحتضنني في هذا المكان طبعا، وانا بتشرف بيها لاني طبعا في بلدي. انت موهوب يا محمود. الله يكرمك. الله يخليك. فكرت تدرس موسيقى او تدرس مقامات موسيقيه على الاقل؟ فعلا انا بدرس اصلا الحمد لله، وبعمل بروفات يعني اللي مخليني لسه مثلا اللي انا مثلا بقدم لسه غناء هادف، يعني حاجات هادفه وبسيطه برضو ومش محرمه ان شاء الله.
المقامات الموسيقية، لأن دايما هتلاقي المشايخ أو المنشدين ما بيدرسوش، يعني ما بيميلوش أكتر للمقامات. يعني دايما تلاقي مثلا الفرق الصوفية يعني ما بيدرسوش جدا المقامات، يعني بيبدأوا بريتم معين ماشيين بيه. وبيكملوا عليه. طبعا الابتهالات وكده في الأوبرا، طبعا لازم بيدرسوا الحاجات دي. بس أنا بمجرد أن أنا موجودي في أسوان طبعا مش بوقف نفسي على كده، لازم بروح طبعا أشارك في قصر الثقافة، الفريق القومي للفنون، بنشارك في أكتر من مجال في أسوان، لان نقدر ان شاء الله يعني اللي انا اطور نفسي بيه بالمقامات، واللي انا استمع اكتر طبعا المزيكا عشان خاطر ودني تبقى اكتر واكتر موسيقية. يعني تمام، هنسمع ايه تاني؟ يعني ان شاء الله كده هنسمع قلبي على بابك سجاد ان شاء الله. اتفضل. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، ما لي انا غيرك احد ادعوه وترجى. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، ما لي انا غيرك احد ادعوه وترجى. قلبي انا كلمة بتاعت ذاك الألم والآه، يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي أنا كلمة بتاعت ذاك الألم والآه، يطلبك يا رب المدد الله يا على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي مالي غيرك أحد أدعو وأطرق حبك للأبد، لولاك قلبي تاه دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. ربي أحبك للأبد، لولاك قلبي تاه دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمك، أنت المعين أنت السند، أنا من أنا لولاك. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمك، أنت المعين أنت السند، أنا من أنا لولاك. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله، مالي مالي غيرك أحد أدعوه وأترجى. محمود، بتشارك في الأمسيات الدينية؟ لأن طبعا شهر رمضان الكريم بيبقى فيه الكثير من الأمسيات الدينية وإحياء الليالي الرمضانية، هل أنت بتشارك في الاحتفالات دي؟ طبعا بنشارك طبعا، مشكور جدا نادي الادب قصر ثقافه عباس العقاد، برضو بيدعونا يعني الفرق اللي معايا والناس يعني زمايلي وكده بيستضيفونا، ومسرح السيف طبعا بيستضيفنا، ومع النادي الثقافي طبعا المشرف عنه طبعا استاذ سحر، ووزاره الشباب والرياضه ومدير عام الشباب والرياضه طبعا بنشكرهم جدا اللي هم بيدعموا المواهب. وبصراحه وزاره الشباب والرياضه، مديريه الشباب والرياضه في اسوان، وسياده المحافظ بيدعم المواهب جدا في اسوان يعني، وبصراحه بنشكر ليهم جزيل الشكر. يعني بتلاقوا اقبال من الناس ان هم بيجوا بيحضروا الليالي الرمضانيه دي؟ يعني سبحان الله، يعني لما الواحد بيكون قاعد في امسيه او حاجه للانشاد وكده بيلاقي الناس في اقبال متزايد، حتى لو وقت الحفله ما بيكون قرب اللي هو يخلص، بنلاقي الناس بتتقابل اكتر للحفله طبعا، وبيكون فيها بركه طبعا، والناس طبعاً كلها في روحانيات عاليه. اكيد طبعا، اكيد طبعا، وكل واحد طبعا طول ما هو بيأدي بما يرضي الله طبعا الانشاد طبعا، كل واحد
اتمنى اللي هو اخواتنا المرشدين في اسوان او بره اسوان بينشدوا من القلب، لان اللي بيطلع من القلب بيدخل في القلب على طول طبعا. وطبعا ده انشاد وابتهالات او تواشيح دي لله طبعا. الواحد طبعا بيسال عليها الله اللي هو ياخد اجرها طبعا بعيدا عن اي حاجه طبعا، طول ما حاجه طبعا بمرض الله هتعجب الناس كلها ان شاء الله. بسم الله. هنسمع ايه تاني؟ هنسمع حاجه طبعا عن رمضان ان شاء الله لماهر زين، يا نور الهلال. اتفضل. يا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال، والقلب سما نحو السما مترنما، لا لا تنقضي انت للروح دواء، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد، رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. محمود، انت بتختار الاغنيات او القصائد اللي انت بتقولها بناء على ايه؟ يعني ازاي بتختارها؟ هو طبعا اللي بختاره عشان خاطر على حسب الصوت، ما طبعا اللون اللي عندي افضل حاجه لصوتي، والحمد لله انا اقدر اقول اكتر حاجه طبعا، بس هي المشكله في حاجه ان انت تختار الحاجه اللي تمشي مع صوتك اللي تليق عليك. مش معنى ان حضرتك مثلا الواحد مثلا صوته مثلا في شجن شويه، مش معناه ان انا لا اروح للمديح السريع فهو صوتي مش هيبان في الشجن. فلازم اختار الحاجه اللي هي طبعا استمتع بيها، المساحات الصوتيه اللي أكيد عندك طبعا. اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد لما واحد يكون مثلا صوته ما شاء الله قوي وحاجه كويسه طبعا زي ما بنشوف كتير من المشايخ والمنشدين الكبار، فبيختاروا طبعا زي الاستاذ والمنشد الكبير رحمه الله عليه محمد عمران والشيخ النقشبندي ونصر الدين طبار، طبعا اختاروا المجال اللي هم فيه التواشيح الدينيه والابتهالات الدينيه لان صوتهم ما شاء الله جايبهم في حاجات كتيره زي كده طبعا. وزي ما شفنا استاذ ياسين تهامي استاذي طبعا بيختار برضو اللون اللي هو ماشي بيه وهو المديح والطريقه الجديده ما شاء الله عليه، يعني عمل لنفسه مدرسه ما شاء الله عليه. ايوه صحيح. وربنا طبعا يكرمه، فكل واحد طبعا بيختار حاجه لنفسه. ماهر زين برضو بيختار حاجات زي كده، ومصطفى عاطف مثلا. لسه كنت عايز اسالك على الجيل الجديد بقى واللون الجديد اللي دخل زي ماهر زين ومصطفى عاطف. هي حاجات جميله جدا بصراحه، انا من عن نفسي بصراحه يعني برجحها جدا للون صوتي، يعني بحبها جدا بصراحه. يعني وحمود الخضر طبعا ما شاء الله عليهم كلهم جميل جدا اصواتهم، وبيوصلوا الناس برضو احساس مختلف وطعم مختلف. طبعا اكيد، حتى الواحد مثلا لو بيقول لا انا صوتي مثلا غنائي، انا ما ينفعش اقول انشاد دينا وابتهالات انا صوتي مش هيجبني. لا طبعا الناس دي وصلت لك ان انت تقدر ان انت توصل لمرحله ان انت لا صوتك هيجيب في، لو انت بتغني هيجيب في الحاجات دي، لان دي اسمها طبعا اغاني دينيه. وطبعا ما شاء الله عليهم، يعني اي حد بيغني ممكن تاخد اي لحن. يعني انا عندي طبعا يعني صاحبه المنشده ايمان ابو العلا ما شاء الله عليها في القاهره، هي ما شاء الله عليها بتاخد يعني مثلا ام براوه وعملت عليها حاجه دينيه، يعني بتاخد على اللحن نفسه حطت بتاخد عليها طبعا. وانا ممكن مثلا اجيب مثلا حاجه
مشهوره جدا مثلا لام كلثوم، واجب برضو اقول عليها حاجات كلمات مثلا من اصحاب الشعراء ما شاء الله عليهم كتير، يعني يقدر يكتب لي عليها وانا الحنها بنفس اللحن وتوصل مع الناس حلو برضو. طيب هنسمع ايه منك دلوقتي؟ ماشي، هنسمع حاجه للرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام، اتفضل. شفت يا ما ناس منى هتعيش العمر جنبك، برضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي، ما تساويش إلا معاك يا رسول الله، وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله، محمد قلبي علي صلى، طال سؤالي قولي ازاي كده عاش عيوننا حد مش شايفه لو حقيقي، وهو غال عليك يرضيك في الجنة تبقى معاه، وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله، محمد قلبي علي صلى، أنا زاد في قلب حنين ودموع مالية العين، طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة، وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله، محمد قلبي علي صلى، عليه افضل الصلاه والسلام. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا يا محمود، وكل سنه وانت طيب ودايما تكون منورنا ودايما في تقدم في المجال اللي انت اخترته. ان شاء الله الله يكرمك، وتشرفتكم جدا، وبشكر الساده المشاهدين طبعا اللي هم من حضروا هذا اللقاء. شكرا ليك. الله يكرمك. مشاهدينا بنختم لقائنا معاكم في حلقتنا النهارده، هنقابلكم على خير غدا ان شاء الله ولقاء جديد وصباح طيب، نتمنى دائما ان تكون اخبار طيبه. في النهايه بنقول لكم ارق تحيات اسره البرنامج وتحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.